سورة القصص. بسم الله الرحمن الرحيم. تسم ميم. تلك آيات الكتاب المبين. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. سورة حكت مشوها سيسمى الربين ذحنين يشور ذحنا. تسم ميم. في ذاك النذليات الكتاب ذي تبينا أجد نغار شراء الأخبار أم موسى يكد فرعون سلحق القوم يتمنا. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. فرعون يتغذي القاع يقمر غشيس ذي الماء يون وذلو مقهريث يزلو مر الشنسن يججث اللسنسن يلبق ذي السفسدن. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أهمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. نفغد ننعم غفي ذاك يتوحقرا ذي القاعان أثن نجعل ذي مضبرا أذنهن علي ورثا أجند نفك القوة ذي القاعان أذجد نسخن إفرعون يكوذ همان ولذ الجنود نسن أين كني بذن. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. نوحي يزدين ماس أم موسى أم خلخذم استطغيث مثو قضل فلس ضقيث غلب حار ورشتقوه اكسغبر اثنى مثل نار غرم اثنى جعل ذي الانبياء. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدو وحزنا ان فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. اثي جمعا ذات فرعون اكنزن لقل ذا عذاو اذوني سرح جنان اثنى فرعون ذهامان ذي الجنود نسن طغان. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. ثلاث مطوثن فرعون تشوثتي وتشنيه ورثنق ثمهات أغنفع أسمى يمغور نغثلقم ذمناه نظرنا الشماء. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبتي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنوب وهم لا يشعرون. ولد جمس موسى يخذى حشغ في النميس ألم قريب قريس أمر ونثبت الوليس أكن سيريث المؤمنين ثني والثماس وحث بعيد اسمو قوليث دم بعيد نهنرد فقن يذس. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. أنحرم في اللسف الطضاء قبرد يغرغر يماس ثنى يسن مون ملاغ أخم وانت ربين ذي جسر استهزين. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. نريش في ديماس أكنت الشر يستطيس ورثستغفير وتعلم الوعد الرب ذي الحق لكن الكثرة ذي سن ولا عليه من سوى الشتاء.
ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. مقبل ذر قسم قار يتعقل نفكي يسيد الفهم يكذ العلم أكيد الجزاء النار يوذي خدم الإحسان. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. يخشم ثم ذتر السويعث مغفرن مولانيس يفسين اللسنغن يوين ذقوثي ثبعان يوين ذقو عذاوينس يستورس أثي دفاك ونكني في ثبعان ذكفوس بعذاوينس يعد موسى يوثيث سربونيا ذي نقموث ينيس ذخذي مقيم سير ذي تزيين الشيطان أثن ذا ذو مقران يسيرير بعينني. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال رب بما أنعمت علي فلنكون ظهيرا للمجرمين. إني أسأب بنو أقرض المغيماني سمحيا يعدي سمحاش نسيت سمي حطاس أنه يترد الحنان. إني أسأب بنو إما كده نعمض في الليل أقرر استيري غراء ذا معوني يمشو من. فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بلمسه يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين. يصف حد موسى يقال ذي ثمثيت ليس خثال أفيو إنك النير إدي فك ظل النير يستورد ذي غثفاك إن يسموسى إذان خشين الجرح شمسود. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفس بلمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. مقعد موسى أذي وث وني لن ذا ذا ونسن إن يشد أموسى تفغض عن يثنغض أمين ثنغريض اللي أقلك تفغض تشريض ذا مجهول ذي القعام وتفغض تشريض ذي قوذك النصرحا. وجاء رجل من قصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ ياتمرون بك ليقتلوك فاخرجني لك من الناصحين. يسد الذي يصغوار ورقز القرن التمذيد إن يسيد أمو الساع إمرين التمشورا فلك كنك نغن أفع لك قرن صحاك. فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. يقذي فغسر مخسرا إن أرب جويا ذي القوم يدان ظرمين. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء سبيل. مقرم ثور مدين مدين سموث للأردن إني سهث بابيو أي مربر ذي لقن. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. مقبض صدم مدين يفرغشي ذي نطاش اقسوين المرنسان يفرغشنا ثي التلاش لسقرعتي المرنسات إن يستشعرك أن التشيد
ورن السواي حاشا ما روحنا الغشية بذثنا ضمار مقر. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. يسوست يقرر ثلين إني السبب نو أقرح وجه المكرطاس. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. فسد غرسي وذلك سد لا تسدوغ الفيش الحياة ثنية ساثا بابا يستوري دك يخلص ميغد الصوت المال النغ ميك بلغوص يحكياس تحكي في سكن ثلا إن يسور التجوال سنجذ القوم الظلام. قالت إحداهما يا أبت اشتاجره إن خير من اشتاجرت القوي لمين. ثنا يسيو ذي سيد أذبت فيه ذا خدام وستفضر خيريس ذي القوة ذي لمان. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تاجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. إني أتي في السين ذي سنتف غيغفك يوث ذي ستستغل ششت أتخذ مضغورين ثمانية يسبق سن مهكم الظلمة عشرة والندر مزق صورك وبغي غيرك الزازير أي تفضل إن شاء الله ذي لنا الصرحين. قال ذلك بيني وبينك أيما لجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. إني موسى ذوين إذ الشرط يري ذيك المدي يفغي خدمات ولاش أحسن في الليل أثنظ ربي ذا وكيل غفين إذن النمرة. فلما قضى موسى لجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. مكم الموسى المدة يكرروح بسلوى شوليس يزرغ الجهة الطور لذلك ثمس ينيل وشوريش قمث أقري زريق ثمس هذا وندوي غذيس الأخبار نغسى فتمس أكني غسحموم. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي ليمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأنا ألقي عصاك. فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. متي بضي سلاثي غريان ذي شطيب فوسق غزر ذي البقعاني ثنبروكث أندث لطهرانيا أموسى قليل ذنك إذ ربي بذت خرقيث ذقر ثعب كشثينك متزر لا تتحريه أم الزرم يزير ور أردي قريب أردي شمقر يستوي رشيد أموسى أقر الدرس وذرا أقرك ذرما وضمان. أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. سخشم فوسيك ذي رخناق نشبح نردي الثاغ ينمر يوضي نرع جمع فوسيك غطبقيك أكنذك روح الخوف أثنفسين البرهانات غربة به قذري السن فرعون يكل والبعيس أثنف تعدن في راس.
قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي ردا يصدقني إني أخاف أن يكذبون إني السبب نو أقل غيغي ونذيشن أثنو قد غينغا إجمهار ذي الفصيح أكثر شقايت يذيع أي حيوان ذي الهدراء أخلو قد غيش كدفا. قال سنسد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون. إني سكن قوي استهمك هذا وندن أخم البرهان نور الصوضا وغرون سلمعجز النغ هنوذ وذ كني ثبعان أري غرف ويضنين. فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الولين. مديوسا موسى يبيد ليث النغذنت أننا سوقي للسحور الصغور الشيثي دبيض نكونور نسلم سوقي ذي الجدود نغي من زام. وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. إن يسم موسى ذبابيو اجعل من هدي بين أفريد نصور صورس أذوينك مثلها فقرب خامني الجنة أثنو ربحنا لها وذكي لن الظرمين. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. إن فرعون العقال أثن دين العريمة زخسام ربي غيريه أهمن شعل الكشا أقدر يجر ذنوية العريوة على ذريق أتزرغ ربي موسى شكرا لقد يشكدر. واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. يطغان استدلع سكريس ذي قعم بغير الحق أنوان غور نغور لسولين نطفيث استدلع سكريس أنظقرس نغل البحار مقرم في سجاران أبوذي لن الظرمين. وجعلناهم أهمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. نقبث ناد التمران أبريد غرجه النماء يوم القيامة والسعين ولذيون أثني نصران نستبعاج عند النعرات في الدنيث ماذي الأخارث نهنب قولي سوكرها. ولقد آتنا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. نفكي يا سيدي موسى فكتب بعد من السنجر جرني مزورا ذنور يصزر مدا ذي الهداية ذا الرحمة إما هسد المشين. وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين. أرسل لي أم محمد ذي الجهن فغربيث إمجد نفكي موسى النبوة أرسل لي ذي عشني مرن. ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين.
بصح نخرق دي الجيال فلس النظر الزمان ورث اللي ذكتش الزدغض يرين ازدغ من مدين أكن استاذا زندحكور الخبر من اللي يثنى دوحية قد نوحى. وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. أرث الليض مثور الطور هذا لا مدن السوري موسى لكن ذا الرحمن بفيه أكلت نظر الضيون القوم قبريك اثنين ذي ريوان إما هذا دمشين. ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. نكني أركض الشجية لو كانوا دقرنا لا ما رح نجاوض العتاب هذا نغمر الشجعة ورنغن فيها غنثبع اللي يتيش ذرني ريا ذقوي ذاكني يمنا. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا ساحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون. مديوس الحق صورنا أن أي غرو ديبوي أين كن ديبوي موسى أني مغفرنا لقبل أسوين ديبوي موسى أن ندسين سحرا إجمعون جرسا أن نسثا نكني نغفر يسنسن يرسن. قل فاتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. إن أسنوه دي الكتاب هو ربنا ثنيفان القرآن استورات أقرين كنا السبع ما تستحل ذكرم. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن ظل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. مرثي دبن غش علم لاتبعن الهوى نسن ولشون يخضن السواب أم من يتبعن الهواش. مرثي والهرى ربي ربرده الديرا القوم يلن الظالمين. حزب ولقد وصلنا ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. نسوى ذزند أول نقرأ إما هذا أدمشين وإذا مدنفك الكتاب أقبل أثنو من نيس نقرأ نعم محمد. وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. ما في دغرا فلشا أذا شن النمنيس أذ وقن الحق إذ يسان غربة النار نكن قبرش إنمن. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. ذو ذكي مدفكن رجرا سنسين بذان على خطر مصبرا اتقبل نسوين الهان أين كني لنذريث الشنس نتصرفنت ذقين يحمل أربيهم. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. ويلش لن يروال أثر جن هذا سنين لكل ذي رشغال النار خنو ذي رشغال نوان رحلغك بسلمان لكل نخضان مجهال.
إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. أسندهد ضران وإنك إني نتحمر أذ ربي ما لدي يهدون وإنك إني نقفغا أذ نسكن قعل من السويق لقد يهدون. وقالوا إن اتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرم نامنا تجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. الناس أمران ثبع الدنيا الشمس وخلف إثمر ثقيرين الله ذغى وزند نفكرة أمضق الحرم أهلمان رثمر من رصة وانتنيد ذا الرزق إذا نفكس غورنا لما نغتصرك سن ولا عرمش وشما. وكما هلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. أشحال سدرت من السنجر تنور نشكر نعيم أتنذي خامن النينسان أحسبو توجد غنرا أذنكني مثني ورثان. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. رعمر يسن قربفيك تهذين ألم يشقعد ذي العاصمة نسن النبي أكن ذا زندغر أن لا يثنغل ننزل نكنور نستنقر تهذين حاشا ما يلاضر من وإذا شكني تزغن. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. بين لشران إثسعان ذي لالبحن الدنثا أثن ذي الزهو ذربها ذين يلنغو الربي أي خير أريذ من أم يكث فهمرة. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. ونك الندن وعاد سلوعد النيق الهان يانا ديم ليريدش من منك المدن فكا الشوت غير رحن الدنيث ومن بعد يوم القيامة أتي داوين على الحساب. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. السن مسن دي السول أسنيني عندثا وإذا كني ثرام إنك زعما دي شليشا. قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. أدين الوذفي وجب وولي الحق بسل عتاب أبافنا أذويقيا إذوي ذاك نشتغلال نشتغلال في اثنان مكان إن يلال فولاد نكونيا أقراغ نذر ذيك سن مشي نكوني لان عبثا. وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون. أسنين شي ورثسن يوثق من ذي شريشن أدعيون السوال ولش وهني دي جوبا ما رغرنا الأعثاب يبضد أذمنين لو كان اللين أتبعنا بيد الحق. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. استنمزن دي السوال ربي هذا زندينيا ذا شد الرمذ الجواب إذا شد شقع
أشتن أسمع عقل الرهضور حدر استقفي ويض. فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. مذوينك نثوبا يومن يخدم ذي الصلاح بركة ذي لي يرباح ذي في خلقين يفغى ذي نستيق التخفيرين ماشي ذنو هنا يخفيرا علي ربي ذي الشنيس غفين سوق من ذا شريك. وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. ذلك يعلم سويا يفرن يذمر ننسن ذويا يدستفغن أذن استذ ربي ولاش ويظن الحشن السام يستهر ذي توشكر ذي تزور التقرى يحكم مرادك فسيس غرس ثلاث غرم. قل رأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. إذا شنهوا إن فيهد لو كان ديوقم ربي اغفل لو نريد فكان المذ يوم القيامة منه ما مشيذ ربي آون ديفكن زفاث أي غرك استلمرا. قل رأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. إنسان أهون فيه لو كان إذ يقيم ربي أسفل لو نريد فكا ألمذ يوم القيامة منه ما مشيذ ربي وإن لو ندف كنيض أذيسة استعفوهم أي غرق زرمرة. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ذا الرحمة اسمي وندف كان إذ ذواش أتستعفوهم ذقذ قسة خدمهم أكلمها تتشكرا. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. أستن مسن دي السور أستنين غندثا وإذا شكني ثرام إنك زعم ذي شريفا. ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون. كل لما أذن الدمذيس ونادي شهد فلاس هذا السنيني أو يثد ما الشعام في البرهان السنين مرا علما زغ الحق ليلة الربيان السنين عرق شد بن. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. قارون ذي القوم موسى يطغى أتصف اللسن أي نسمف كذير كنوز واستجمر نسورا سن فارضع في قوانه تدمن إمسنان القوميس بركة الزوخ أثنى ربيا وليحمر زوخا. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. مكسي دخام اللخارث ذقويني قد يفكى ربي أرثتو يا لحقيك ولا ذربحن الدنيث أخذم الإحسان أما كان إقد يخذم ربي الإحسان تخرج فساد ذي القاعة أثنى ربي يحمل لا وذكي قس فسادا. قال إنما أوتيته على علم عندي
أولم يعلم أن الله قد هلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. إن يسنحرك سفا سمسني ويثذبيا وليعلم لنا الشحال يقفنا ربي قفريس ذي الجيال في ورن ذي القوان غذي سعيا وثني تسالوا لذيوان يمشو من فدنو فنسان. فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. إشبه إفغد غالقميس أكن ذي زوخ الزهسان أن نسوي ذاك تسخف ثم عشت ذاك ذي الدنيث آهلو كان ذي نسعين أما كان يسعى قارون يسعى زهر ذي نزلين. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. وذاك لسان العلم أن الناس أكون السنجح إذا توفى الرب يا خيار إيوين يومنن يخدم إصلاح وقول تتوضن على حاشا وذاك صبرا. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. نلقى عن سبعيث نتيكذ وخميس وريس رحلة التربات أكيد سلكن ذي ربي ورد السلك منيس. وأصبح الذين تمنوا مكانه بلمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. أقرن وذكني منان يظلني غمضي قيس أقرنش إهك إهك زيغن ربي السوساع الرزق فينا يبغى دي العباد سيح كميث عفينا كني النظام لو كان ربي حنا لا فلنا غثيري ثلية القعالة غثستفلاء إيهاك إيهاك زيغ النور بحنا لا وذكي اللام ذي الكفار. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. أخا مني التقران الجنة نقبث ويذ أرنفغين أدك كنسني مدن للقعور السفسادا فقرني العلي أبوذ يقثن ربي. من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. وندي السسن الحسنة يسعى خيريس سوطاس مدوين دي السسن السيئة ورسعين على الجزاء وذي خدمن السيئات حاشا سوي نخدمن. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. والندي فرض في الله القرآن مثل ينزل ذلك ديال عرث مرثيش إنس نضربك عرمان وندي بوين بريد من الصواب أذوين مي عرقه بريد. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين. أرث اللي طمعوا فلك دنزلت كتاب أثن ذا الرحمن بفيك أرتشريد وذي كفرا. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ انزلت إليك ودع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. حذر وين ذاك تزقن غفل لي ثار ربي
بعد مد نزلت فلاش جب السبري ذنب فيش ورسدوث المشركين ورذعوا ويض ذربيا ورش ويض لانستان كل شي مثلا ذي الفاني حشد مستد يقمن احكم مرة كفوسيس ورسلت غرم.